بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب، ومستمرين بدورة الشيل سكريبتنج. بهذا الدرس إن شاء الله تعالى راح نتعلم على الوايل لوب. في الدرس الماضي تعلمنا على الفور لوب، المرة راح نتكلم عن الوايل لوب، وهو نوع من أنواع التكرار في الشيل سكريبتنج. بداية خلنا ننشئ ملف، طبعا استخدم نانو زي العادة، فراح ننشئ ملف. طبعا سويت لي مجلد هنا، ننشئ ملف وسميه وايل لوب شيل، وزي العادة لازم بن باش في البداية. بن باش طبعا شرحنا سابقا لماذا بن باش. الآن الوايل لوب كيف يتم أو إيش الغاية منه؟ مبدئيا الوايل لوب هو عبارة عن تكرار مستمر حتى يتحقق شيء معين، حتى يتحقق شرط معين. تمام، فأنت ممكن تحط شرط معين أو قيمة معينة أو إكسبريشن معين، راح نشوف الطرق. الآن إذا تحقق هذا الإكسبريشن راح توقف التكرار، في حال عدم تحقق هذا الإكسبريشن التكرار مستمر. تمام. خلونا نقول بسم الله الحين نجرب. مثلا طبعا الشيء الأساسي أو المثال الأساسي ممكن نستخدمه، نضع متغير، نضع قيمة. مثلا متغير عندنا N اللي هنا نمبر، خلنا نفترض نحط قيمة 1. بعد كذا راح نقول الآن وايل، لاحظ هنا يبدأ الآن التكرار. أقول له هنا وايل بالشكل هذا، طبعا السنتاكس يكون بهذا الشكل. تمام، داخل هذه الأقواس أن نضع الإكسبريشن اللي نبيه أو نضع التحقق أو اللي تبي تسميه سموه. تمام، وايل إن اللي هو متغير اللي فوق less than 5، طالما أنه المتغير إن أقل من 5 دو وبعدين دان. تمام، الآن هنا في المنطقة هذه خلونا نقول مثلا إيكو، مثلا نقول هنا var إن is، ونحط هنا المتغير نطبعه. طيب بعد هذا الآن أنا ممكن هنا حتى أوقف التكرار، طبعا لأن في كل مرة يتكرر حاب أزيد القيمة، فاللي راح أسوي راح أقول N يساوي طبعا expression. تمام، إنه والله N زود عليها 1. ماشي، طيب الآن راح نعطيه طبعا تصريح حتى يشتغل الوايل لوب، وهذه الوايل لوب. لاحظ معي انه var n is 1 2 3 4، اليوم وصل 5 وقف. طيب لماذا وقف؟ لانه هذا هو الغرض من الوايل. ناخذ مثال ثاني، طبعا ممكن تستخدم حاجه ثانيه. بسم الله نانو وايل لوب، بما انه احنا قدرنا نضع شو اسمه هنا، او بلا صح السنتاكس هذا المقارنه. تمام، الشرطيه، احنا ممكن نضع اكسبريشن. الاكسبريشن معناته انه طالما انه هذا الاكسبريشن قاعد يرجع لي ترو مو يرجع لي فولس، فانا ماشي. مثال مثلا ممكن اسوي بينج، ماشي، وطالما ان البينج ماشي انا ممكن اسوي ترو مثلا. اوكي، ايضا ممكن اسوي حاجه ثانيه، ممكن ابسط المثال لكم. اوكي، هذا اكسبريشن تحت، تمام، نفس الاكسبريشن هذا اقدر استخدمه فوق. فالان ممكن احط اكسبريشن هنا، لو قلت له الان بالاكسبريشن هذا انه ان اصغر من او يساوي 5، الان اول مره يشتغل يرجع ترو هنا. ليش؟ لانه فعلا هي اصغر. تمام، يمشي ترو ترو لحد ما يصل فولس، لما يصل فولس يوقف وايل لوب، نفس تقريبا الاوتبوت. الان في مثال ثاني احنا ممكن نستخدمه، ممكن انك تستخدم الوايل لوب مع حاجه يسمونها الانفينيت لوب، وهو التكرار لا منتهي مستمر على طول. هذا يستخدم اشياء كثيره، يستخدم اذا كنت حابب تسوي تكرار ومو بحابب توقف، يكون المستخدم هو المسؤول عن ايقاف هذا التكرار لاي سبب. تمام، فخلونا نجرب الان نانو وايل لوب. طيب نفس السنتاكس ذا اللي كان موجود قبل، اللي راح نسويه راح نستخدم نقطتين رأسيتين. في حال استخدمت نقطتين رأسيتين الآن، معناته إنه هذا التكرار مستمر لحد ما المستخدم يضغط على كنترول زائد سي عشان يوقفه. تمام، فأنا ممكن هنا أجرب، خلنا نجرب مثلا نقول له إيكو نقطة مثلا، ما في شيء نحط نقطة بس. تمام، ثم نضع هنا مثلا sleep 1 second. الآن لو شغلنا هذا الوايل لوب راح أظن أنه شغال، ما راح يوقف، مستمر لحد ما أني أنا أتدخل كمستخدم وأسوي كنترول سي. طبعا وايل مع النقطتين ممكن تستخدم وايل ترو أو ممكن تستخدم وايل فولس، بس الطريقة المستخدمة والمتعارف عليها هي الوايل مع النقطتين الرأسيتين. أنا وضعت هنا مثال وهي المنيو. تمام، هذا مثال جبت لكم من الإنترنت. بالمثال هذا احنا صممنا
قائمة، ومن خلال القائمة هذه خلينا المستخدم يختار خيار معين ثم نعطي له حاجة معينة. طبعا باستخدام وايل وكيس، كيس خذناها سابقا. خلونا نشوف شو المثال بداية. طبعا كلير كوماند ينظف، ما عندنا مشكلة. لكن لاحظ انه بدينا الان هنا بالوايل نقطتين رأسيتين، ثم وضعنا له رسالة الان انه سيرفر نيم، طبعا نطبع له هوست نيم حقه، ثم اختر الان احد الخيارات التاليه، كتبنا له طبعا رساله من منيو ايكو ايكو كل هذا شيء، هذا كله كلام الى الان ما في برمجه، تمام. فالخيار الاول لو وضع رقم واحد انه عرض له الوقت والتاريخ. الخيار الثاني راح ينفذ الكوماند اللي هو دبليو، راح يحط كل المستخدمين المتصلين وش قاعدين يسوون، ديسبلاي نتورك انترفيسز والنت ستات، اذا حط رقم 4 راح يسوي اكزيت. لو نزلنا شوي نشوف كيف صاير الموضوع. الان عندنا ريد، وخذنا ريد سابقا انه انتر يور تشويس من 1 إلى 4، بعدين تشويس ك ادخل، تمام. طيب الان الكيس الاول تشويس ان 1، في حال وضع واحد، تمام، طبعا تلاحظني هنا قاعد استخدم كيس، في حال وضع واحد راح نقول توداي هيز ونطلع له التاريخ، ولاحظ ان التكرار شغال ترى ليه، ما انه انا كنترول ذا او اني احط رقم 4 اللي هو اكزيت، راح نشوف رقم شوي رقم 4 وش هو. الان عندنا اثنين ريد، راح رجع مره ثانيه قال له بريس انتر تو كونتينيو، طبعا هنا ريد انتر كي فقط، ريد انتر كي لو ضغط انتر، تمام. ثم راح نروح على الخيار الثاني، اثنين ثاني اللي هو فقط يضع كتب دبليو كوماند دبليو، لان لو ضغطت كتبت كوماند دبليو بالتيرمينال ضغطت راح يطلع نفس المخرج هذا، وهو طبعا اللي يعرض المستخدمين المتصلين. ثم الان انتر تو كونتينيو نفسه ريد مره ثانيه، مجرد ما يضغط انتر، طبعا انا قاعد احط له هنا ريد انتر كي عشان ننتقل على رقم 3، تمام. طبعا بشرط انتقال رقم 3، تمام، انا مجرد حط ريد انتر كي راح يرجع مره ثانيه يطلع لي المنيو. طيب 3 نت ستات الكيس رقم 3، وبعدين رقم 4 ايكو باي، بعدين اكزيت 0، اكزيت 0 احنا عرفناه سابقا انه خرجنا بسلام. في حال انه اي اوبشن او خيار وضعناه غير من 1 إلى 4 راح يقول لي انفاليد، تمام، وبعدين ريد انتر تو كونتينيو، وبعدين راح يرجع مره ثانيه. طيب الان لو شغلنا هذا منيو، لاحظ انه ظهرت هذه القائمة، عندي الخيارات هذه، لاحظ اني اكتب واحد مو منتهي الموضوع، رجع مرة ثانية لان استخدم الوايل لوب قبل شوي مع الكيس، طبعا نضغط انتر راح سوى كلير، رجع من جديد، واحنا سوينا الكلير البداية، تمام. ثم اثنين، ثم مثلا انتر 3، ثم مثلا انتر 4 اكزيت، وطبعا الوايل ممكن خلال الكنترول سي ممكن اوقف. الى هنا انتهى الدرس، اتمنى انكم استفدتم.